ثم تذوق طعم الدعاء والمذلة إلى الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه، وتذوق طعم الثناء على الله وذكره. كثير من الآن إذا تذكر كم تقدس الله في اليوم سيجد ذلك قليلا. نعم قد يسبح، قد يحمد، قد يكبر، قد يهلل، لأن هذه أصلا أوراد معروفة في أدبار الصلوات وفي غيرها، لكن التقديس الذي عطفه الملائكة على التسبيح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كم مرة في اليوم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ هذه أذكار وحقوق لله سبحانه وتعالى، لكن من لا يتذوق طعم الذكر لا ينوع ولا يفهم معنى هذا الذكر، ولذلك لن يكون ذكره مؤثرا فيه تأثيرا بالغا كتأثير ذكر يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت في قعر البحر في الظلمات الثلاث، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان مع الله حتى في وقت غمه وهمه، فكان الله معه فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين.